يا اهلا يا اهلا، اليوم الاجواء مره حلوه مره جميله، فقررنا ان احنا نحنذ اليوم. طبعا انتم عارفين ان الحنيذ يحتاج ميفا او تنور، احنا ما عندنا، فبنستخدم اليوم قدر الضغط الكهربائي اديسون اللي يفك لك كل الازمات الموجوده في حياتك. فراح استخدم قدر الضغط اديسون من السيف جاليري، طبعا معاه مرفقات القدر حقي، ومن ضمن المرفقات قطعه المندي هذه اللي انتم شايفينها قدامكم، بس انا ما راح استخدمها اليوم. بما أنه ويكند وتعهد أسامة أن كل ويكند هو اللي بيسوي اليوم بيحنذ لنا أسامة، يلا يا أمي ابدأ علمنا شو بتسوي. راح نحط اللي هو الملح واللي هو المر، بعدين فوقهم اللحم، بس طيب ما راح نحتاج اكثر من هذه. بس سمعتوا يقول لكم بس تحتاجون الملح القصب والمرخ واللحم. على فكرة بقول لكم معلومة في السناب الجاية، المعلومة اللي بقول لكم إياها إن اللحم في بعض المناطق اللي تسكن الجبال ما يحطون له ولا أي نوع من أنواع البهارات، بس بعد ما يخلص يحطون له ملح. بعض المناطق اللي ما هم سكان الجبال في الجنوب طبعا يحطون فلفل أسود، والبعض يضيف ملون الطعام. إحنا بنسويه بدون إضافة ولا شيء، اليوم أسامة قال لنا بيسويه بدون إضافة ولا شيء. اليوم الحنيذ بوجهك يا أسامة، ان شاء الله وجهك. يلا نبدا. طبعا اول شيء بنغطي اللي هو الداع بالملح عشان ما يحترق. طبعا احنا جبنا كميه من المرخ وقطعناه وفرزناه لانه مو متوفر عندنا. اول شيء راح ناخذ مجموعه ونحطها في القاع. طبعا لا تخافون من كميه الملح لانه ما راح ياثر. اوكي، هذا هو بيحط لكم المرخ، حط في الجهة هنا عشان يشوفون متابعاتي لأن الفيديو. ايوه كذا. طبعا نحط اللي هو بهذه الطريقة. طبعا المرخ راح يعطيه نكهة حلوة. بعدها بنحط اللحم، بناخذ اللي هي القطع القاسية، تفضل انها تكون يعني تحت. يعني فخذ قطع هابر حطوها في الأسفل زي ما انتم شايفين. ونرجع نحط عليه مرة ثانية المرخ من فوق. حط مجموعة، حط مرخ لحم، أول شيء ملح تحت. ملح إيه؟ بعدين حطينا المرخ، حطينا فوق ما حفظت الدرس عدل أنا. اللحم، بعدين رجعنا حطينا مرة ثانية اللي هو المرخ. ما حطينا ولا بهار يا جماعة ولا شيء، ولا ملح، الملح بعدين عشان ما يقسيه. طبعا القطع اللي عندنا فيها شحم يفضل نحطها فوق لأن الشحم بيذوب مع الحرارة وينزل على اللحم من تحت ويعطي نكهة. الوصف الحالة شهاني. بعد ما خلصنا وحطينا قطع اللحم نرجع نحط مرة ثانية فوقهم من المرخ. بنغطيها بالمرخ وبنكتمها، لا ماي لا زيت لا بهارات لا ملح ولا شيء. خلينا نحط المرخ ونرجع. طيب الحين اذا ابي اسويها انا بعدين هناك في الحساء. أيه. شوف بقول لك ما عندك مرخ، ما بعطيك مرخنا لان بالموت جابه زوج خالتك، بالموت حصلته بعد سنتين وانا ادور فيه، فما بعطيكه وتفحط. هذا متاكل معي تبغى تسويها. انا مره سويت الحنيذ فيه بطريقتين، مو بطريقتين بعدة طرق. مره سويتها بورق الموز متوفر موجود في اللولو، بعد اعطى نكهه حلوه بس غير عن نكهه المرخ. ومره سويتها بسعف النخل، عاد ما شاء الله تبارك الله، اخبركم اي نخله خذوا السعف حقها وحنذوا. وبس عندكم نخيل ايش كثرها في الحسا. الحين بنغطيه وبنختار اللي هو اختيار اللحم. ايوه هنا بنزيده طبعا للساعة. انا بزيده له لانه ما يشوف. بنخليه ساعة بنات، هذا ما فيها ساعة، نص ساعة بعدين برجع، أو ممكن أختار اختيار المطازيز وأزيد ساعة. خلو 40 دقيقة بنرجع له. عموما بنات اختاروا اختيار خلوه أعلى شيء اللي هو مثلا ساعة، احنا نبيه ساعة، خلينا 40 دقيقة وبعدين برجع أخلي 20 دقيقة، في هالأثناء بنجهز رزيزتنا. الحين بنحط البصل. علمتك التقنيات حقت التصوير، إذا زاد شوي خلى على جنب من وراء الكواليس نحطه، بيحمس الحين البصل لين
يشوقر. يقول أنا ما أخبي على المتابعين شيء، كل شيء قدامهم. ما أخبي والله، بس يعني بقيت شيء عشان التصوير أحطها بعدين. مرة واحدة الحين نحط اللي هي البهارات الصحية. إذا حمست البهارات الصحيحة مع البصل تعطي نكهة حلوة، يعني تنحمس كذا البهارات تعطي نكهة مرة حلوة. يقول يمسك القدر وهو حار، قلت أنا أضبطك، ركب هذولا هنا، هاك الثانية، ركب الجهة الثانية. الحين صارت الأمور زينة. بنحط طبعاً اللي هو الفلفل البارد. بنحط اللي هو البصل المقلي بيعطي نكهه حلوه. بصل اوريدي مقلي، او انتوا اقلوا كميه بنات وحطوها بنات وشباب، لان اليوم الطبق على اسامه، ما نقدر نقول بنات بس. انتوا اقلوا كميه وخلوها تنشف على ورق كذا، على ورق وهي مفروده على الصينيه مش مكومه، وتصير مقرمشه، وحطوها بالثلاجه او بالفريزر فتره طويله. بس طلعي واستخدمي على طول او بالثلاجة. الاجواء الحين زينة، عادي تقعد لها اسبوع برا في علبة محكمة. الحين بنحط الرز مغسول ومنقوع، طبعا اقل شيء يكون منقوع اللي هو نص ساعة. بنحط بهارات البيضة، ملعقة صغيرة بهارات التوليفة، مش اي ولا زي يلا. بهاراتنا مرة تجنن، مرة تجنن، الرز الابيض، الجريش، السليق، يعني انا اقول لكم خذوها وانتم مغمضين. بتحط ربع ملعقه؟ طيب حطها للمتابعات يشوفون البهار. لا، الجهه الثانيه انت اللي تشوفها. فاسي فوكس، اي فوكس. بهارات اللحم مش ضروري يقول، بس حطوا شيء بسيط. بنحرك نخلط كل المكونات هذه مع بعض عشان يختلط الرز مع الأشياء اللي تحت. هذا أسامة الحين قاعد ويحوسه. راح نضيف الحين الماء. احنا وازنين الموية، كل كوب رز كم؟ كوبين موية. كل كوب رز حطينا له كوبين موية، استخدمنا رز المهيدب اليوم. راح نحط الحين الزبدة. الزبدة خلها الزبدة خلها شوي لين تطلع الحفر، حط الزبدة أحسن. حط الفلفل والثومتين أهم شيء. أهم شيء الثومتين، أهم شيء دخلهم، يعني اغرسهم شوي، بس لا تحسون الرز كثير عشان ما يتكسر معاكم. خلوه على حرارة عالية لحد ما تبدأ تظهر إيش؟ الفقاعات. هذه الفقاعات والحفر. نسينا الملح، بغينا ناكل رز بدون ملح. حركة شوي بس. حركة شوي بس عشان الملح شوي بس، ايوه من الاطراف احسن. لا تحوسونا كثير بنات وشباب عشان ما يتكسر علينا الرز. الحين راح نحط الزبده. ترى في ماء يا جماعه من تحت لسه ما نشف، في ماء يعني. خلينا نوزع الزبده ونرجع. الحين بنغطيه ونخليه على اهدى حراره يا جماعه، تقريبا حول 20 دقيقه. قدرنا صغير اليوم، بعد الشكوى لله. طبعا الحين خلص، بنفتحه. طبعا الكبير امن ما راح يفتح الا اذا طلع كل البخار منها. ما تقدرون تفتحونه نهائيا نهائيا الا اذا صار ما في ولا قطره بخار ولا هواء ولا شيء. الريحه طلعت الريحه يا جماعه، ريحه الحنيب. متحمسين معاك يا أسامة. يلا 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 قول بسم الله. يلا الريحة يا جماعة، يا جماعة شوفوا ما شاء الله تبارك الله، اللحم ذايب. باكلها معنا ما فيها ملح. يلا طلع. لذاذة قسم بالله، لذيذ حتى بدون ملح. بنطلعه وارجع لكم. والملحة بنحط اي ملح معاكم. طبعا هذا شوفوا اللي الجزء اللي تحت. طيب شفتوا طلع سائل، هذا احنا ما ضفنا طبعا مويه ولا شيء. اذا ودكم تحمرونه حمروا، بس ما راح نحمره، بنحط بس عليه ملح. عاد انا والله احب الفلفل الاسود بس مو بحاطه عشان يطلع حنيذ.
ميد. شوفوا هذه القطع الكبيرة كيف مرة ذايبة، طلع الريحة. طحين يقول بيسوي لكم حركة بس 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 كثير حركة نصرت. الحين هم فقرة، هم فقرة أيوة. يا سلام، كيكة كيكة يا أسامة، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يبدأ الآن شيف أسامة ويحط للحيمات، أنا بعدين أرتبهم للصورة. أهم شيء ثومتي، أهم شيء ثومتي. أنا بحطها، خلنا نرتبها ونرجع. خلصين تصوير حوستنا ويلا هجوم حماس. نجرب كيكة، شوفوا شوفوا ترى كله ذايب كله، ها شوفوا كله، بس أنا أحب الموزة صراحة. طبعا هي يعني بالخمس بس عاد معلش. كاسة اللبن جاب لبن اخوك؟ جاب. شلون كيف؟ رهيب رهيب، يقول لكم السوم رهيب. العالم تنتظر داخل، خليهم خليهم، كل مرة تطبخ انا وياك ناكل وهم مساكين ينتظرون. ثومتي ثومتي ثوم تاني ثومتين. أمس أكثر الاستفسارات كانت عن المرخ، المرخ 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 من وين من وين، مع أني قلت ترى في السنابات أنه زوج أختي شذا جابه، ما أعرف والله من وين، بس إحنا كنا دائما في حراج نبحث ونتواصل مع الناس اللي يوفرونه، بس كان مخلص. كان بداية الموسم أخذناه، يعني جابه، جاب كمية كبيرة حلوة كذا، قطعتها وفرزنتها، فاللي سويته كان مفرزن وباقي ما زال عندي.